أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن من ترك فعل المعصية خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة. من المعلوم يقول أحسن الله عليكم: من المعلوم أن من ترك فعل المعصية خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة. فهل من نوى فعل المعصية ولم يفعلها لعجزه عن فعلها وعدم تمكنه منها هل تكتب عليه سيئة؟ وهل يكون في الإثم مثل الذي عمل المعصية؟ إذا هم بالمعصية فلم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة، وأما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن منها ولو تمكن لعملها فهذا يأثم على نيته ولا تكتب له حسنة، يأثم على نيته ولا تكتب له حسنة، لأن نيته لفعلها باقية ولم يتركها خوفا من الله، وإنما تركها لأنه لم يتمكن منها وفي نيته أنه لو تمكن منها لعملها. نعم.